يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزوج الذي يمنع زوجته من التجارة التي تحتاج فيها إلى أن تكلم الرجال غير المحارم، فهل يغلط في منعه لها؟ نعم. يقول الزوج الذي يمنع زوجته من التجارة التي تحتاج فيها إلى أن تكلم الرجال غير المحارم، هل منعه لها يكون خطأ؟ اتجار المرأة وخروجها للسوق لا يكون إلا بأمرين: الأمر الأول أن تعمل عمل البيت ولا يبقى عمل معطل في البيت، لأن عمل البيت هو عملها، فلا يبقى في البيت عمل معطل تخرج وتتركه، هذا أولا. ثانيا لابد من طاعة الزوج، لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإذا توفر الشرطان جاز لها تخرج وأن تبيع وتشتري. وأما تكليم الرجال للحاجة، سؤال عن علم، سؤال عن مسألة، سؤال عن حاجة ما فيها ريبة ولا خضوع بالقول ولا ما يسمونه المغازل وإقماع أصحاب الشهوات، كلام العادي لا بأس به للحاجة. نعم.